هذا وبدأت أوكرانيا أولى المنافسات قبل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية. الأوكرانية تاتيانا بيتروفا شاركت في مسابقات التزلج الحر على المنحدر واحتلت المركز 29، ولا تزال لديها فرصة الوصول إلى المنافسات النهائية. في يوم 11 فبراير ستقام المنافسات بهذه المسابقة، ويتوقع أن تدخل بيتروفا ضمن المراكز 10 الأولى. غدا ستقام منافسات البياثلون والزحافات الثلجية والتزلج على الجليد، والتي سيشارك فيها الرياضيون الأوكرانيون.